تدور على بيت العمر؟ هذه فرصتك. بنك البحرين الوطني راح يقدم 1000 دينار كاش لأول 30 مشتري. يا أهلا فيكم هنا في البحرين، وبالتحديد من مشروع ديرة العيون في مرحلة الأخيرة في منطقة ديار المحرق. هالمرحلة بتضم أكثر من 1000 فيلا، تضم 4 غرف نوم. خلونا اليوم نتعرف على عروض بنك البحرين الوطني في هاي المرحلة الأخيرة، خلكم ويانا. مشروع ديرة العيون يتناسب مع متطلبات الأسرة البحرينية، واليوم بنتعرف وياكم على المميزات أكثر مع سيد ناصر من بنك البحرين الوطني. أهلا فيك سيد. يا أهلا فيك أخوي خالد. مثل ما عودناكم، بنك البحرين الوطني دائما متواجد في المشاريع بالتعاون مع وزارة الإسكان وبنك الإسكان. خلكم معانا عشان نتعرف أكثر على المميزات اللي راح نوفرها حق مشروع ديرة العيون مرحلة 3 و4، واللي هو المرحلة الأخيرة. أهم مميزات اللي يوفرها بنك البحرين الوطني لمشروع ديرة العيون مرحلة 3 و4، أول 30 زبون معانا راح يتحصلون على 1000 دينار نقدا، بالإضافة إلى معدل فائدة تنافسي يبتدي من 2.99%، بالإضافة إلى عندنا رسوم التسجيل العقاري اللي تتراوح بين 1800 ل 2000 دينار. أول بنك البحرين الوطني راح يدفعها عن الزبون وراح تكون مجانا. سيد خبرنا أكثر عن المميزات. طبعا عندنا رسوم التأمين على الحريق مجاني، بالإضافة إلى رسوم التثمير راح تكون مجانية، بالإضافة إلى إعفاء من الرسوم الإدارية المتعلقة بالقرض. سيد شلون عن رسوم التأمين على الحريق؟ طبعا ما له داعي تحاتي بخصوص تأمين الحياة، لأن البنك راح يعفي الكاستمر من دفع رسوم تأمين الحياة للقرض العقاري المكمل ليصل ل 30 سنة ويغطي 100% من قيمة الوحدة. سيد حجزنا الوحدة، شنو بغي لنا؟ طبعا نحتاج منك البطاقة والجواز، شهادة الراتب، كشف الراتب، كشف حساب بنكي ل6 شهور، بالإضافة إلى إثبات حجز الوحدة، وخليك مع الوطني. أكيد إحنا ويا الوطني. لازم تكون بحريني، عمرك من 21 ل 35، والراتب يتراوح من 600 ل 1200 دينار. تواجد بنك البحرين الوطني فعال على منصات التواصل الاجتماعي، سيد شنو مجهزين لنا حاليا في منصات التواصل الاجتماعي؟ تابعونا على حسابنا في الانستغرام MBB Online للتعرف على العروض والمسابقات، ودائما خلكم مع الوطني.